السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.